أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرقبة جائزة. أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة للذي أرقبها. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس قال لا رقبة، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال العمرة والرقبة سواء. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال لا تحل الرقبة ولا العمرة، فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال لا تصلح العمرة ولا الرقبة، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته، أرسله حنظلة. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الرقبة، فمن أرقب رقبة فهو سبيل الميراث. أخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة ميراث. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن حجر المدري عن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة للوارث. أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن حجر المدري عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. أخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارث. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن معمر قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارث، والله أعلم.